فهل المصطلح يساوي المفهوم؟ إذا قلنا اصطلاح الجهاد يساوي مفهوم الجهاد؟ المصطلح أضيق من المفهوم، لأن المصطلح معناه بعد أن نفهم هذه العبارة ننقلها فنتوافق على تسمية شيء بها، فلذلك المصطلح قد يكون موافقا للمفهوم تماما مطابقا له في دلالته، وقد لا يكون، وقد يكون أعم منه وقد يكون أخص منه. فمثلا الصلاة معناها في اللغة ومفهومها في اللغة أوسع تشمل العبادة كلها أوسع من اصطلاحها، وفي الاصطلاح الشرعي مخصوصة بالعبادة المخصوصة ذات الإحرام والسلام، وكذلك غير هذا من المصطلحات. فالمصطلح معناه توافق الناس على إطلاق لفظ على مفهوم مخصوص. وهذا الاصطلاح بعضه يمكن أن يكون من توفيق الله وبعضه يمكن أن يكون من توقيف الله، فما كان من توقيف الله مثل تسمية العبادة المخصوصة بالصلاة، وما كان من توفيق الله مثل المصطلحات الفقهية والعلوم. نعم، في سائر العلوم. طيب لو أردنا أن نقول شيخنا أن المصطلح هو هذه اللفظة بعينها التي يلفظها المتكلم كالجهاد أو الحرية أو العقلانية أو الأمر، وأن المفهوم هو الدلالة التي يفهمها المتلقي، هو المعنى. يمكن أن يقال أن المفهوم هو من عوارض المعاني، وأن المصطلح هو من عوارض الألفاظ. فالمصطلحات ترجع إلى اللفظ نفسه، والمفهوم هو المعنى الذي يفهم من المصطلح. طيب لو قال قائل بشيء آخر وقال إن المفهوم هو ذلك اللفظ الذي ليست له دلالة محددة توافق عليها الناس، عندما نتكلم مثلا عن الحرية هي كلمة مبهمة جدا، أو التقوى أيضا آفاقها واسعة، بينما المصطلح هو تلك الكلمة التي لها تعريف وصولي جامع معنى، على عكس هل يقبل هذا؟ لا، غير مقبول، لأن المفهوم هذا جعل المفهوم غير مفهوم. كيف غير مفهوم؟ جعلت كل شيء غير محدد. يعني الصلاة أسميها مصطلحا لأن تعريفها محدود، والصلاة لها مفهوم. لها مفهوم، نعم، لكن نحن نصطلح الآن، نصطلحنا على تسميتها بأقل من مفهومها. طيب، على إطلاقها على أقل من مفهومها. فالصلاة تطلق على الدين، قالوا يا شعيب وصلاتك تأمرك أن تترك ما يعبد آباؤنا، وتطلق على العبادة مطلقا، وتطلق على العبادة المخصوصة، وتطلق على البركة، الله وملائكته يصلون على النبي، اللهم صل على آل أبي أوفى، وتطلق كذلك على الدعاء مطلقا، صل عليهم إن صلاتك سكن لهم، إن كان صائما فليصلي. فهذه مفاهيم هذا اللفظ، ولكن الاصطلاح خصها بالعبادة المخصوصة. طيب، فلذلك لا يمكن أن يقال كل حقيقة غير متحددة فهي مفهوم. فالمفهوم لا بد أن يكون مفهوما، فلا يمكن أن يقال للشيء غير المفهوم مفهوما. واضح. وغير من قام به وصف فلا يشتق منه اسما له من عقل. طيب، لذلك المفاهيم لا بد أن تكون محددة.